شمس الغنية اللبنانية نجوى كرم، أكيد مرحب فيك عبر ميوزك نيشن. وبما أنه المناسبة اليوم جمالية رح تتمحور مجمل أسئلتنا حول الجمال، فبالبداية أهلا وسهلا فيك عن جديد عبر ميوزك نيشن. أهلا وسهلا فيك، أنت اللي متحلش وعامل بحالك. مشتاق لك كثير صراحة، وآخر لقاء التقينا فيك بحفل عيد الأضحى المبارك مع رئيس الأغنية اللبنانية ملحن زين، صلحوا لك كانت الحفلة أيامها أكثر من ولعانة. ست نجوى، مين بتابعك اليوم لا شك أنه بلاحظ أنه جمال شمس الأغنية اللبنانية متجدد دائما، فشو صار هيدا الجمال؟ بلكي يمكن لأني كتير بحاول برحش بأفكاري وبقلبي وبنفسيتي، وبعرف بوقف منيح على المراية، مش بس المراية اللي بتعبر عن الشكل، المراية اللي بتحكي عن الروح. وقليل صراحة اللي بيعرفوا يطلعوا بمراية الروح. أنا المرايتين موجودين حد بعضهم والاثنين ما بوصلوا عن بعض، وما راح كني جمالي بس لروحي، لأنه الاثنين بده يكونوا موجودين تحت نكون موجودين على الأرض، وبعتني بالاثنين. ست نجوى، لوريال اختارت اسم نجوى كرم كسفيرة لها بمنطقة الشرق الأوسط، فليه برأيك وقع الاختيار عليك دون سواك من نجمة الساحة الفنية؟ ما بعرف اني قالوا من بعد استفتى دام شهور يعني، وكل مرة يرجعوا على الساحة ينزلوا وإصرارهم على يشوفوا إذا هيدا الاسم نفسه الجمهور مصر عليه. بعد من بعد ما كانت بنالوبي كروز، ومن بعد ما كان كلوديا شيفر، ومن بعد جينيفر لوبيز، ومن بعد شواريا الهندية يلي كانت، وقع الاختيار بالعالم العربي على اسمي والحمد لله يعني، وهذا الشيء خلاني يكون مثل العادي خويفة يعني، وبلكي لأنه قالت لوريال، لأنه بما أنها هي بتصدر أشياء للناس، للستات سيدات في العالم العربي بيعتنوا بشعرهم كتير، بيعتنوا بشكلهم كتير، ولقوا انه هذا الشيء بيمثل الست العربية، ويمكن بالعالم العربي لانه وقع اسمهم يعني اسمي على لسانهم، بلكي لقوني بجسد هيدي الفكرة. ست نجوى، قد تلعب برأيك الطبيعة الزحلوية دور مهم بجمالك؟ لأنه بنعرف الإجمال أنه جمال الزحلاوي بيتمتع بمواصفات البشرة النضرة والشعر الكثيف الغزير، فقد برأيك الطبيعة الزحلاوية، وبما أنك بنت زحلة الأصيلة؟ بس الزحلاوي كمان الشرقي يعني بيتمتع بكثافة الشعر وبنوعية الشعر الحلوة وبالبشرة الحمطية، خلينا إذا اللي بتميل للسمار، ويلي بتبقى هي محافظة على صباها وعلى رونقها، لأنه البشرة السمراء بتضل محافظة على صباها أكتر من البشرة البيضاء أو الشعر. دلل دلل يا دلل عن حبيب القلب اسأل، دلل دلل يا اسأل. عرفنا أنه قريبا أو تحديدا هذا العام رح تمشي على الريد كاربت للمرة الأولى بمهرجان كان السينمائي، فخبرينا شو رح تخبري الغرب عن لبنان، وخاصة بأنك من تمثلين الفن اللبناني؟ يعني أكيد رح كون فخورة أني أنا مثل لبنان بلوريال، لأنه على القليل بدي أذكر اسم بلدي بالعالم، وهذا هدف من الأهداف اللي بحس أنه بدي يكون فيها رسالة حقيقية من خلال فني وشهرتي لأوصل لهدف معين بحياتي الفنية. وأكتر شيء بدي أقوله لبنان اللي ما بيعرفوا بيجهلوا، مش كل الغرب بيجع على لبنان، بس من اللي منقله أنه اللي عم بيحاول يتعرف على هالبلد الصغير بهالخريطة العالم يجرب يجي مرة لعنا، رح بيشوف مين هو لبنان، لأنه أنا متأكدة ما بيقعد يرجع على بلده. قدي مدة العقد المبرم فينا نقول بينك وبين شركة لوريال، وشو الإضافات اللي رح تقدمها الشركة كاسم كبراند عالمي لاسم نجوى كرم الفني والعكس تماما؟ يعني طبعا العقد على سنتين بالأول، وبقول إنه مقدمت لي كتير أشياء ضايفة علي على القليل إني أنا أكون موجودة بالنجمات العالم على الساحة العالمية، لأنه أنا مآمنة كنت إنه أنا بالغنية ما بوصل للعالمية، بتفصلني مع هالعالم اللغة. نحن بنفهم الإنجليزي والفرنساوي والإسبانيولي، من شان هيك النجوم الغربيين بيعتبروا حالهم معروفين عنا، بس نحن مش معروفين عندهم لأنه ما بيتقنوا اللغة العربية. من شان هيك على القليل لوريال هي اللي بتجمعنا بالعالمية، وما بفوت فرصة أني يكون على السجادة الحمراء لأني مثل بلد لبنان بلوريال مع كل نجمات العالم.
بهالمناسبة الجمالية، أي أغنية بتخطر على بالك من أرشيفك الغنائي؟ بحب تغزل فيي وبعيني. تغزل فيي وبعيني. طب يخطر على بالي شو هالحلا، وصراحة أنا بدي غنيها بس بحس إنه بصوتك تطلع أحلى. فيني أقول لك ما تغنيها وفيني أنا مغنية كمان. بس أنا بحب أقول إنه الجمال هو حب، هو الجمال هو نبض خلايا جديدة بهالجسم الإنسان يلي بتنبض كلها وهج ومحبة، مش البشرة هيدي التراب اللي بتوهج، اللي بيوهج هو القلب اللي بيعطي الوهج لبرا. هو ما بتشوفه أول شيء بالعيون وبالقلب، ما بتشوفه بالبشرة. بالعودة للأعمال الفنية الخاصة فيك، اليوم لا شك أنك عم تشاركك كعضو لجنة التحكيم في Arabs Got Talent الموسم الثاني، وأنت راضي عنه تماما، وخاصة أن البرنامج يدخل مرحلة نصف نهائي بعد أيام قليلة، وهل هناك مشاركة لموسم ثالث مقبل أيضا؟ ليش لا، لأن التجربة كل سنة عم تكون أقوى من سنة بالنسبة لإلي، لأنه أنا عم بكون عندي خبرتي بالموضوع، وتانيا عم لاقي المشتركين مختلفين وتعاقدي مع الام بي سي كله الاحترام وكل الوهج وكل المعطيات اللي بدي إياها عم يعطوني إياها، فليش لا، وأنا مدللة جدا بالام بي سي. حبيتك، عجبتني، أكيد أكيد أكيد، نعم، برافو. يمكن هيدولي مصطلحات صار كل مشاهد عربي بيكتبون يمكن عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كل معجبيك وكل محبيك، ويمكن أنا حتى واحد منهم. صار عندك مصطلحات خاصة فيك، يعني إذا بدنا نقول كلمات خاصة، words خاصين، نجوى words فينا نقول خاصين ومرتبطين باسمي، فأدي هذا الشيء كمان يعني لك. حلو، حبيتك. تتنجوى البرنامج جارد عبر ام بي سي تزامنا عبر ال بي سي اي المحطة الأرضية، هل عادت المياه إلى مجريها بعد سوء التفاهم الأخير، أو ما في شيء منه كان الأساس بينك وبين ال بي سي اي اللي دايما اعتبر فيها بيتك أيضا؟ ما لا شيء، بس نضيع طريق البيت هالفترة. أوكي، ستنجوى لا شك أيضا أنك كنت مقاطعة لسنوات طويلة حفل جوائز الميركس دار، هل ما زالت القطيعة موجودة أو هذا العام رح يتغير في شيء، وخاصة أنك الأقرب فينا نقول إلى أنك تحصل على أفضل كليب بتقنية 3D لشكل أدمتسي خلال العام الماضي؟ ما فينا طول ما هني بيعطوا الجائزة للي قدر يعبيلهم هوا، أنا مش معهم. بيعطوا الجائزة لصاحب الكفاءة، إيه، للي بيقدر يكون موجود تيعبيلهم هوا، هذا معناته استثمار تجاري. يعني أنت كليا ضد هذا الاستثمار؟ أنا كليا ضد فكرة أنه واحد يكون أول ويصير آخر إذا مش مشارك، هذا الأساس. أنا مش ضد شيء، أنا ممنوع حدا يقول لي أنت الأولى، وإذا كنت أنا مسافرة صير الطش. عيني بعينك وعينك مش إلي، قلبي ع قلبك يا ريتك إلي. عيني بعينك وعينك مش إلي. إلى أعمالك الغنائية، عرفنا أنه في سنجل جديد قريبا، رح تصدري سنجل قريب جدا، وعرفنا رح يكون إنتاجك الخاص على غرار لشحة حبك بعيد عن رطانة، فشو صحة هذا الموضوع؟ هي رح تبلش إنتاجي، يعني عادة أنا كل عمري أنا اللي بنتج، وبعدين يعني بتصافى أنا ورطانة، يعني رطانة واحد، بس مبدئيا يعني ماشي الأمور عادي مثل دايما. أغنية منفردة رح تكون، صحيح؟ فينا نعرف عنوانها أو بكير بعد؟ ما فيك لا. اوكي ست نجوى، لا شك ايضا عرفنا مؤخرا انك انضميت لتجمع بكفي، وكنا ايضا نحن من المنضمين للاعلاميه منى ابو حمزه اللي علت الصرخه بلبنان، قد ايه برايك انضمامك لهذا التجمع بالاضافه لزملائك الفنانين منهم سوبر ستار رغب علامه والعديد من الاعلاميين ايضا ومنهم نحن كميوزك نيشن، قد ايه برايك الخطوات التنفيذيه ممكن تتحقق يوما ما بلبنان ومش تكون هيك مجرد صرخات بالهواء؟ لا منيح على القليل نقول لا شي مره، يعني نقول لا شي مره بالبلد، يعني مش على طول نمشي ورا الزعماء، في شي مره ندل على الوجع، ندل نقول في جرح
مش غلط. بعد كليبك الأخير اللي صورتي لو بس تعرف من الألبوم, في كليب كمان رح نشوفه قريبا غير السينجل, في شي من الألبوم ما في نوم؟ لا هلا السينجل بدها تنزل معك. وما في نوم بعد اليوم, ما في نوم إلا جنبك حبيبي, أنا بدي جن ما رح كن بدي جن. صرت نجوى مشروع جديد يعنى باسمك تحديدا, هو جمعية نجوى كرم اللبنانية وتحديدا بأستراليا, أقامتها المواطنة اللبنانية كارلا غزال. قد ايه برايك هيدي الجمعيه اللي بتمثل الوطنيه اللبنانيه وانت اسم فني لبناني في لبنان, قد ايه برايك هيدي الجمعيه ممكن تساهم ب اذا بدنا نقول برابط اسمك اكثر واكثر بين لبنان ووطن الاختراب؟ يعني اول شيء بدي اشكر كارلا على هذه الخطوه الحلوه, ويا كارلا حبيتك, انا هيك حبيتك انك كمان انت رغم انك ما بتعرفي اللغه العربيه اللبنانيه, لأنك ما بتعرفي اللغة اللبنانية وعملتي نادي لحتى تعرفي العالم على لبنان أكتر. أنا بحيي فيكي هالوطنية, في ناس عايشين هون بالوطن وما بيعرفوا فيها, وبقولي بقول أنه بتمنى أتعرف بوقت كتير قريب على كارلا. بيسرني كل لبناني بيقدر يحكي عن لبنان, لأنه العالم مش عارفين قديش لبنان حلو. إذا مش نحنا خبرنا اللي عايشين فيه, خلي خبروا أولاده اللي عايشين بر. وبتسألني ليش مغرب وعايش وحيد, بأرض بلادي عشت مهزل شو طالع بالإيد. فتجوى محبتك كبيرة بقلبنا وبقلوب كل محبيك لا شك, ولكن نجوى المرأة اليوم وين الحب الشريك, حب النص الآخر بعده موجود أو عم تبحث عنه بمطرح من المطارح, أو بتقولي خلص أنه اليوم الحب هو كله انسباب اهتمامي كله بيكون على الفن فقط؟ لا, الحب هو كتير مهم بالحياة, يعني لأنه بيغذي الروح وبيعطيك نشاط وحيوية, وبتحس حالك دايما أجمل وأهضم وعبالك تكون حرك بالحياة. بس لا شك أنه مش هو العامل الأساسي اللي لازم يكون موجود أو الهدف الأساسي بالحياة. الحلو الحب تتمسك فيه لتوصل لأهداف جميلة بالحياة وسامية. بس أنا شخصيا يعني بشوف في إشياء هلأ يعني عبر احكي عنها أكتر من شيء اسمه بس حب جميل في حياتي, اللي هي صارت تقليدية الفكرة. إيه حب جميل بحياتي وبعدين حب. بس ما في حب الشريك, حب نص الآخر ما في اليوم شيء من حدا. إذا ما في إنسان خيري ما رح يخرق لي قلبي, وأنا شخصيا ندرت عدم الاختراق, يعني عدم الاختلاط بالحب إلا لشخصية مميزة. لو بس تعرف بغيبتك شو صار, جنيت وطعم التلج صاير نار. لو بس تعرف بغيبتك شو صار, جنيت وطعم التلج صاير نار. نجوى دائما متابعة مع معجبيك عبر مواقع التواصل الاجتماعي سواء فيسبوك سواء تويتر, وتويتر من خلال موبايلك الشخصي الخاص أيضا. اليوم تغيرت نظرتك لعالم الانترنت, وبرأيك صارت ضرورة من ضرورات انك تكون اليوم موجودة. You tweet sometimes on your account بين وقت للتاني بس لتكوني عطول دائما على اتصال مع محبك. بحب اعرف شو بهون, يعني مثلا هلأ مثلا موجود التويتر بين ايدي وعبالي ابعت لهم انه تصوروا انه جورج ما تفضل تصوروا, رح اكتب لهم كلمة تصوروا من احد معجبيني. هذا رح يكون بطيء على الهواء معك. معجبيني المسمى, مش هيك؟ المسمى جورج بارخو العظيم. خليني جورج بارخو. يي ما حطيت لك مجسكول, لحظة بس بعيبوا علينا. اسمك اسم على جورج, حطينا الجي كمان. لو بس تعرف
غيبتك شو صار شو صار جنيت طعم التلج صاير صرت نجوى حفلات مقبلة عندك حفلات مقبلة عم تخدمي عليها قريبا مهرجانات كبرى قرطاج سكرت الحفلة عن جد في قرطاج من بيناتهم ايه تأكد مشاركتك بمهرجان قرطاج في ديت معين تاريخ يوم 3 بشهر 8 1/7 الجزائر 28/7 قلعة فقرة كلهم ما نكون معك فيهم اكيد بس هلا في كتير يعني هودي هلا متذكرين ست نجوى كلمة لميوزيك نيشن أكيد منبرنا اللي دائما متابع لك بإيجابية دائما ودائما متابع لكل نشاطاتك وأعمالك الجديدة شو بتحب تقول لي عبر منبرنا ختاما يعني هالميوزيك نيشن طاحشي إن شاء الله بتصوروا انترناشنال وبتصوروا بالدنيا كلها ومنصير نحن نسمع حالنا من خلالكم Music Nation, one word.